اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. يجب علينا نحن الرعاة أن نبحث عن الأشقياء لنشجعهم، ونبحث عن الضعفاء نسندهم، ونتألنا على الجميع حتى يأتوا إلى الحظيرة. يجب علينا نحن الرعاة. كتب وسمعت هذه القصة الحقيقية ديفيد، شاب محب للخمور، لبسه أي كلام، شعره منبوش، كلامه عنيف، فاشل في الدراسة. أنا مش عارف ليه لما ألاقي واحد فاشل في الدراسة أقعد أأنبه، الواجب أسنده، يجب أسنده. ده إسحاق نيوتن العلامة، صاحب قانون الجاذبية الأرضية، كان سقوطة في خمسة ابتدائي. سامحني يا رب في كلمة السقوطة دي. ومدير المدرسة بيوزع الجوائز على الناس المتفوقين، وكل واحد من المتفوقين ينادي اسمه فيقوم وياخد الهدية بتاعته، وفي نهاية المطاف قال إسحاق نيوتن. فقام السقوطة الفاشل وقعد مرة تاني قال إسحاق نيوتن، فقام فقال كل واحد منكم أعطيته جايزة علشان تفوقه في السنة الدراسية بتاع. أما إسحاق نيوتن شاب مؤدب ملتزم جدا، فأعطي له. وكلمات التشجيع هذه صنعت من إسحاق نيوتن العالم صاحب الجاذبية الأرضية. ديفيد شاب فاشل في دراسته وشقي، والمدرسة في المدرسة مش عارفة تعمل كنترول بسبب شقاوة ديفيد، فقالت أستعمل معه ما قاله معلمنا بولس الرسول: شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. فكتبت في التقرير بتاعه في السنة الأولى: ديفيد مهتم بالدراسة ولكن ظروفه العائلية سيئة. وكتبت في السنة اللي بعدها: ديفيد مهتم بالدراسة ونشكر ربنا ظروف العائلية. تعلمنا من سيدنا أنبا يؤنس، ربنا يطول في العمر، كل ما يشوف حاجة يقول إيه الحلاوة دي، إيه الحلاوة دي، كل ما يشوف مبنى يقول إيه الحلاوة دي، كل ما يشوف مبنى يقول بركة بالبركة، تشجيع. وله الأيدي البيضاء في الدير الأحمر، وفي تشجيعه في الدير الأحمر. كتبت في السنة الثالثة: ديفيد مجتهد في الدراسة ولكن ظروفه إنه أمه اتوفت. كتبت في الرابعة، سنة الرابعة: ديفيد شاطر مهتم بالدراسة ولكن أبوه مش مهتم بيه. وانتهت السنة الدراسية في الإعدادية، وتقدم التلاميذ بهدية الكريسماس للمدرسة، كل منهم تقدم بهدية كانت جميلة جدا. وكانت المدرسة تفتح الهدية والناس والطلبة يسقفوا وتشكروا على التنسيق الموجود. وأنا وعند الهدية وهدية ديفيد كان ورق ملون أي كلام، وفتحت المدرسة الهدية بتاعة ديفيد لقيت عقد قديم بعض الحبات بتاعته مش موجودة، وقزازة ريحة من النوع الرديء الضعيف. وقبل أن يعلق الطلبة على الهدية بتاعة الشقي ديفيد، أخذت العقد ولبسته وقالت له: هدية جميلة يا ديفيد. وخدت الريحة وحطتها في يدها
بعد مضي سنة كتب ديفيد خطاب إلى المدرسة يقول لها: أشكرك على تشجيعي لي، الأمر الذي لم أجده في أبي، وحرمت منه من أمي بسبب مرضها والمشاكل الزوجية بينها وبين أبي، ولكن وجدت فيك وقد تحولت على وقد نجحت في الثانوية العامة وطلعت الثاني على القطر المصري أو على الجمهورية، فهذا نجاحي بسبب التشجيع اللي كنت بتشجعي لي. وبعد سنوات تاني كتب لها خطاب يقولها: أشكرك على تشجيعك لي، لقد انتظمت في كلية الطب وأخذت بكالوريوس الطب وطلعت الأول على الفرقة على الدفعة بتاعتي، وهذا هو سر تشجيعك لي. وبعد 4 سنين كتب ديفيد الشقي، تكت ديفيد الشقي اللي تشجع من هذه المدرسة اللي شافت الخطاب بتاعه وانهمرت الدموع من عينيها وهي تقول: حقا ما قاله معلمنا بولس الرسول، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. كلمة سرك أن تشجع صغار النفوس، والحل الوحيد للإنسان الشقي أن تشجعه. وكتب ديفيد الشقي خطابه الأخير إلى المدرسة بعد 4 سنين من خروجه من كلية الطب، يقول لها: دعوة ليكي للزواج بتاعي، وقد اعتبرتك أمي وأعطيت لك العقد أغلى ما في حياتي، العقد بتاع أمي الفقيرة، زجاجة الريحة بتاعتها الفقيرة المسكينة السيئة، فأطلب منك يا أمي أن تقفي في مكان أمي في زواجي، لك أنت سر سلامي ونجاحي. كلمة في سرك خليها في مخك، أحسن حل للأشقياء أن تشجعهم. أعطنا يا رب كل واحد فينا يبحث عن الأشقياء الموجودين حواليه ويشجعهم ويسندهم ويتأنى عليهم إلى أن يخلصوا، إلى أن يخلصوا، يكونوا في الطريق، يكونوا في الطريق، الطريق بتاعك اللي بذلت فيه دمك من أجلنا.